بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد انتهينا من الكلام عن المقطع الثاني من سورة آل عمران، وهو المقطع الذي يتحدث عن أهل الكتاب وعن تفنن أهل الكتاب في الحيل والوسائل التي من خلالها يحاولون دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى وينحرف عن طريق ربه المستقيم. وتعلمنا من خلال هذه الآيات أن بغية أهل الكتاب وأن مقاصد أهل الكتاب هو في دفع المسلم أن ينحرف عن الإسلام وعن منهج رب سبحانه وتعالى، ورأينا ذلك من خلال الآيات، ورأينا ذلك أيضا من خلال بعض هذه الوسائل التي يستخدمونها ويستعملونها من أجل الوصول إلى هذه المقاصد السيئة وهذه النيات الفاسدة. بينتقل الكلام بعد ذلك إلى المقطع الثالث، هو الحديث عن هذه الغزوة، عن غزوة أحد، وهي الغزوة الثانية التي كانت فيها المقابلة بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الإيمان وأهل الكفر والإلحاد. والغزوة الأولى كانت غزوة بدر كما هو معلوم، وكان النصر حليفا للمسلمين مع تخلف، كما هو في ظاهر الأمر مع تخلف نقول الأسباب، فقلة في العدد بالنسبة للمسلمين وقلة في التجهيزات، ده بالإضافة إلى النفسية التي خرجت بها الطائفة المؤمنة، فإنهم لم يخرجوا لقتال الكفار، ولكن كل المسألة أنهم خرجوا من أجل مصادرة عير قريش كما هو معلوم، كانوا يقصدون مصادرة هذه الأموال عوضا عن الأموال التي تركوها في مكة. ونقول لم يهيأوا تماما، ولكن معلوم أن الله سبحانه وتعالى نصر عباده وأولياءه، فكان النصر حليفا للطائفة المؤمنة. في غزوة أحد هي الغزوة الثانية التي كان فيها اللقاء بين أهل الحق وأهل الباطل، اللقاء بين أهل الإيمان وأهل الكفر والإلحاد. بدأت الكلام عن هذه الغزوة بقول الله تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. فبتبين الآيات أن هذه المعركة دارت خارج المدينة، كما هو معلوم أن هذه المعركة تمت خارج المدينة، وأن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء الذين لم يشتركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، يبقى لما علموا بتجمع الكفار وأنهم قد استعدوا وتأهبوا للمنازلة والقتال، عند ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أن يكون القتال داخل المدينة، قلنا يتحصنون ببيوتهم، وعلى ذلك إن دخل عليهم العدو يستطيعون عند ذلك
أن يقوموا بضرب ذلك العدو، وهم يتحصنون في بيوتهم وأماكنهم. ولكن أشار الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا للقاء الكفار، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرأي، وخرجوا لمقابلة الكفار خارج المدينة. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم مواقع للصحابة رضي الله عنهم، وحدد للرماة كما هو معلوم أماكن، وأنهم يظلوا على ذلك الجبل، ونقول لا ينزلون إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان النصر حليفا للمسلمين أم كان النصر حليفا للمشركين. في كلا الأحوال لا يتركون هذه الأماكن إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كان هذا الاستعداد، ونقول استعدوا للقاء الكفار، واحتلوا هذه الأماكن التي أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا فيها، ولا يتركون هذه الأماكن إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. يبقى خرج خارج المدينة وحدد المواقع اللي نزلت فيها الصحابة رضي الله عنهم استعدادا لهذا اللقاء بينهم وبين الكفار. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. معروف أن أبي بن سلول رأس المنافقين خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وبالتالي نقول يبقى قبل اللقاء رجع بهذه الطائفة التي كانت معه من المنافقين، وكانوا يمثلون ثلث الجيش. يبقى نقول أن أبي بن سلول رأس المنافقين كان معه طائفة من المنافقين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال والنزال، ولكن نقول قبل اللقاء رجعوا، فرجع ثلث الجيش، فعلى ذلك حدثت زعزعة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ربط على هذه الطائفة. لذلك قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، هم بنو سلمة وبنو حارثة. حدث نوع من أنواع الزعزعة، ثلث الجيش رجع، ونقول أن الكفار كان عدد الكفار كثير 3000 كما بيانت الروايات، فعلى ذلك نقول عدد كبير جدا للكفار. ده بالإضافة أن المسلمين رجع منهم ثلث الجيش، فحدث نوع من أنواع الزلزلة والخلخلة في الصفوف. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، يعني يحدث نوع من أنواع الزعزعة عندهم، وعلى ذلك ترددون هل يا ترى يستكملون ذلك الأمر أم يرجعون مع من رجع، حتى ثبت الله عز وجل قلوب هؤلاء. وكانت الطائفتان هم بنو سلمة وبنو حارثة، ولكن تولاهم ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى تولى هذه هذين الطائفتين بلطفه وبرعايته سبحانه وتعالى حتى ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. الله ولي الذين آمنوا، يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى بيثبت المؤمن، يبقى ده زعزعة وخلخلة، ونقول الموقف والمشهد ساعد على ذلك لما رجع أبي بن سلول ومعه ثلث الجيش، فعلى ذلك لكن ربنا سبحانه وتعالى ربط على قلوب هؤلاء وثبتوا في أماكنهم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يبقى لو كان هناك جزع أو اضطراب أو قلق نقول أن التوكل مذهب لذلك الأمر، يبقى ده نقول أن التوكل ثمرة الإيمان، وكذلك نقول أن بالتوكل على الله تبارك وتعالى اعتماد الإنسان على ربه سبحانه وتعالى لا يلتفت إلى الأسباب. فعلى ذلك نقول إن كان هناك جزع في النفس، إن كان هناك اضطراب، إن كان هناك قلق، لا يذهب هذا القلق أو الجزع والاضطراب إلا التوكل الحقيقي على الله تبارك وتعالى. والتوكل ليس عبارة عن كلمة ينطق بها الإنسان بلسانه، ولكن نقول ده عمل قلبي،
الإنسان لما بيخرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله، يبقى نقول التوكل على الله ده بيعبر بالقول عما في قلبي، يبقى في توكل فعلا. التوكل ده عمل قلبي، عمل قلبي، وده التوكل ده ثمرة الإيمان. يعني لا يتوكل على الله تبارك وتعالى إلا المؤمن، إلا المؤمن. يبقى إيمان ثابت في القلب، فنجد اعتماد الإنسان المسلم على ربه سبحانه وتعالى، لا يعتمد ولا يلتفت إلى الأسباب. نقول هو مأمور أن يأخذ بالأسباب، ولكن القلب لا يلتفت إلى ذلك. الله تعالى أمرنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يبقى لو كانت نقول من ناحية الموازين المادية الحسية الكفة الراجحة للمؤمنين على الكافرين لا نلتفت إلى ذلك، ولو التفت الإنسان للأسباب المادية لا يقول على ذلك يوكل إلى نفسه. قلنا بالضبط كما حدث في حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قلنا في يوم حنين كده البعض قال لن نغلب اليوم من قلة، نظر كده العدد عددهم أكثر بكثير من عدد الكفار، ونقول التجهيزات والاستعداد، ولكن لما التفتوا إلى هذه الأسباب فربنا سبحانه وتعالى وكل هؤلاء إلى أنفسهم، وبالتالي صعصع عليهم أمر حتى عادوا وتابوا وأنابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. التوكل ده عمل قلبي، دي العبادة القلبية. يبقى الإنسان مأمور بيأخذ الأسباب، أخذ بالأسباب، ومع ذلك لا التفات إلى هذه الأسباب، لا نلتفت. القلب دايما لا يلتفت عن ربه سبحانه وتعالى، ولا بد أن تكون متوكلا معتمدا على ربك سبحانه وتعالى، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده دفع هذه الشرور وجلب المنافع للعباد. فالله تبارك وتعالى هو المعطي المانع، هو النافع الضار سبحانه وتعالى، بيده مقاليد الأمور، هو الذي يتصرف في الأمور كيفما شاء، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى. وبالتالي القلب لابد أن يكون معتمدا متوكلا بكليته على رب سبحانه وتعالى، لا يلتفت ولو للحظة واحدة إلى هذه الأسباب، مع أخذ الإنسان بالأسباب، ولكن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ده مقتضى الإيمان، ودي ثمرة الإيمان. ثمرة الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالى، وإن معنى التوكل أنه لا جزع في النفس ولا قلق ولا اضطراب، بل أن العبد يعتمد على ربه سبحانه وتعالى في جلب المنافع وفي دفع هذه المضار عنه، ويعلم يقينا أن هذه المنافع لا تستجلب للعبد إلا بقدر الله سبحانه وتعالى وبأمره سبحانه وتعالى، كما أن المضار لا تدفع عن العبد إلا بتقدير الرب سبحانه وتعالى. هو متصرف سبحانه وتعالى في الأمور، ومتصرف في شؤون العباد، ومتصرف وحده في شؤون ذلك الكون. لذلك قال الله تعالى والله وليهما، تولاهم ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى تولى هذه الطائفة التي كادت أن تفشل، كادت أن تتزعزع، كادت أن تترك هذه الأماكن، ولكن رب سبحانه وتعالى ثبت هذه القلوب. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى نقول المؤمن يشعر براحة تامة وطمأنينة في القلب عندما يعتمد على رب سبحانه وتعالى. لذلك كما استمعنا إلى الآيات من سورة الرعد، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، طمأنينة سكون. يبقى تشعر بسكون ونقول تشعر بطمأنينة، يبقى لا قلق ولا جزع ولا اضطراب، نقول بأي صورة من الصور طالما كان ذلك القلب مقبلا على الله تبارك وتعالى، ويعلم يقينا أنه لا يتصرف في ذلك الكون إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بس هي مش قضية قولية، ولكن دي قضية إيمانية، إيمان نزل في القلب ثبت في القلب، وبالتالي ده ثمرة إحلال هذا القلب، إحلال هذا الإيمان في قلب العبد. لذلك وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصورة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ما كانش عدد، يبقى نقول إن بدر لما ننظر إلى هذا الحال إن الكفة الراجحة من حيث الحسابات المادية الحسية كانت كفة الكفار هي الراجحة. نقول من ناحية العدد الكفار أكثر بكثير جدا من المؤمنين، ونقول من ناحية التجهيزات العسكرية يبقى كفة الكفار راجحة تماما عن كفة المؤمنين،
ونقول بالنسبة للنفسية التي خرجت بها قريش، خرجوا بنفسية القتال، وفي المقابل نقول أن المؤمنين ما خرجوا بهذه النفسية، كل ما في المسألة أنهم أرادوا مصادرة هذه الأموال، وبالتالي ما كانش فيه لا خروج، وكان فيه تجهيز عسكري للمقابلة أو المواجهة، العدد أقل، النفسية ذاتها يبقى نقول لم يستعدوا للقاء، ومع ذلك يبقى في الصور المادية كده تخلفت الأسباب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى نصرهم حتى نعلم يقينا وما النصر إلا من عند الله. يبقى القلب كده العبد يلجأ تماما إلى رب سبحانه وتعالى. وتعلمنا في سورة البقرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. رأينا ذلك في قصة طالوت وجالوت، رأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى أيد الطائفة المؤمنة، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بهذه النعمة وما حدث معهم في غزوة بدر. لذلك قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ما كانش في عدد، فلو رجع ثلث الجيش نقول لا يحدث هذه الزعزعة في قلوب المؤمنين، لأنهم يعلمون أنهم لا ينتصرون لا بعدد ولا بعداد، ولكن العبد مأمور بالتجهيز ومأمور أنه يأخذ بالأسباب. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. يبقى نقول العدو مش هيدخل إليه الخوف والرهبة إلا لما يجد طائفة مؤمنة قد استعدت لذلك اللقاء. ونقول الاستعداد الأول أن يكون بالإيمان، والاستعداد المادي بيكون على حسب الاستطاعة والقدرة، وبالتالي بحسب الاستطاعة والقدرة، ده الاستعداد المادي. أما الاستعداد المعنوي والاستعداد الإيماني لابد أن يكون في أرقى صوره. فلذلك قال الله تعالى لهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يبقى إحنا نقوم بالطاعة ونعلم يقينا وما النصر إلا من عند الله. يبقى النص نقول ليس بيد إنسان وليس بيد طائفة، ولو اجتمعت الدنيا بأسرها لا يحققون ذلك النص إلا بتقدير الرب المعبود سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. يبقى نقول يقينا يبقى لا ننتصر لا بعدد ولا بعداد، ولكن بنستعد ذلك الاستعداد كما أمر الله سبحانه وتعالى، لكن القلوب لا تلتفت أبدا إلى هذه الأسباب، القلوب لا تلتفت عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. قلنا حتى لو كانت من الحسابات من حيث الموازين والحسابات المادية الحسية الكفة الراجحة للمؤمنين، قلنا لو التفتوا التفاتة يسيرة لا وكل الله عز وجل هؤلاء لأنفسهم واستعصاهم الأمر كما حدث في حنين كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قال العلماء إما أن الكلام ده هو يبقى كان في يوم بدر، وإما كان هذا الكلام في يوم أحد، فعلى ذلك ده كم من النبي صلى الله عليه وسلم لكي يطمئن قلوب المؤمنين. فقال إن هو في بدر، معلوم أن الملائكة كانت تحارب إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، نزل ذلك المدد من السماء، وبالتالي كانت الملائكة يحاربون في صفوف المؤمنين. هذا حدث في غزوة بدر. فلذلك العلماء يقولون أن التوجيه الكلام إما أن المقصود به في يوم بدر أو المقصود به في يوم أحد. مقصود به في يوم بدر فهو معلوم أن الملائكة نزلت فعلا تحارب إلى جوار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يقاتلون إلى جوارهم الكفار، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى نصر هؤلاء. أما إن كان في يوم أحد فده كان وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقول أن الله تبارك كما أمدهم بالملائكة في بدر أيضا ربنا سبحانه وتعالى يمد هؤلاء بالملائكة في أحد. يبقى لو نقول قاموا بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه لا يستمد ذلك المدد من السماء إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا المدد لا يستمد من السماء إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، أما مع المخالفة فلا يأتي ذلك المدد. وبالتالي نقول أن الملائكة لم يحاربوا مع المؤمنين في أحد، لأن الملائكة لا تهزم، يعني الملائكة نقول لا تهزم، وبالتالي نقول أن الملائكة لم تحارب معهم في أحد، ولكن هذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم
ووعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي لذلك المدد من السماء كما أتاهم في بدر. يبقى دعا التوجيه الثاني. ولذلك قالوا إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. يبقى مع الصبر والتقوى، مع القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى وفعل الواجبات وترك المنكرات، بيأتي ذلك المدد من السماء. يبقى العبد لكي يؤيد من قبل السماء يبقى فيه مقدمات، فيه مطلوب. يبقى المطلوب من الإنسان أن يكون على تقوى، أن يلازم التقوى ومع الصبر والمصابرة على لقاء العدو. لذلك تختم هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى عند اللقاء يظهر ذلك الصبر وهذه المصابرة عند اللقاء. كفى ببريق السيف فتنة كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المدد من السماء يبقى كيف يطلب؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى كيف يطلب هذا المدد؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. قلنا النفس لو حازت الرزق بتطمئن، النفس لو حازت الرزق كده بتطمئن، فدي أسباب بتطمئن بها القلوب. لكن النصر أساسا من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى حتى لو تخلفت الأسباب، لو تخلفت، قلنا لو كان يعني من جهة الموازين المادية الحسية الكفة الراجحة بالنسبة للكفار سلاح متقدم جدا، لكن نقول بالنسبة للمؤمنين يبقى سلاح، لكن هذا أقصى يعني قدرة للمؤمنين في جمعهم لذلك السلاح. يبقى ما استطعتم، ربنا سبحانه وتعالى لم يكلف العباد أن تكون المماثلة والمساواة بينهم وبين الكفار في السلاح المادي، ولكن نقول على حسب القدرة، على حسب القدرة والاستطاعة. لما استطعتم يبقى على حسب القدرة والاستطاعة، ودي من رحمات الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول ان ده أدى الواجب وفعل المطلوب على أقصى نقول درجة وصورة. فعلى ذلك لكن في الحسابات لو كانت أسلحة المؤمنين نقول متخلفة تماما عن أسلحة الكفار، لكن ده حسب الاستطاعة والقدرة. يبقى نقول أنهم نقول قاموا بالأمر على خير وجه، ولكن هو ده نقول قدرة المؤمن، أو نقول ده جهد المؤمن في هذه المسألة، هو ده المطلوب. وبالتالي لكن بالنسبة للسلاح الإيماني لابد أن يكون على أرقى درجة، وأن يكون الثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون اليقين أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك النصر من الله تبارك وتعالى لا يستجلب إلا عن طريق الطاعات. إن تنصروا الله ينصركم. يبقى إن تنصروا الله ينصركم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. يبقى نقول المشروط ده متى يتحقق؟ متى حققنا الشروط؟ متى حققنا الشروط؟ فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل القلوب تطمئن. يبقى نقول يطمئنون بذلك الأمر. لو كان لا حاربت معهم الملائكة، ولكن نقول عشان مدد السماء لابد من الطاعة لله سبحانه وتعالى، ولابد أن نلازم التقوى، ولابد أن يكون المصابرة عند لقاء العدو. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يبقى ممكن الإنسان بيطمئن يعني يطمئن لوجود هذه الأسباب، لكن إياك أن تلتفت للأسباب. يبقى حتى مع وجود الأسباب نقول النصر من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى النصر من عند الله، يبقى بيد الله سبحانه وتعالى وحده. يبقى نقول لأن الإنسان قد يطمئن، قلنا لو حازت النفس الرزق اطمئن الإنسان فيطمئن، وممكن هذه الطمأنينة يلتفت لذلك السبب وتوكله على الله سبحانه وتعالى، يبقى حيصبح فيه خلل، فإحنا ننتبه إلى ذلك. يبقى مع وجود السبب لا نلتفت إليه، يبقى مع وجود الأسباب لا نلتفت، ولكن طمأنينة العبد بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أنا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى القلب لا يطمئن إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، ونعلم أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى ده أمر جزمي، أمر يقيني داخل القلوب، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين.
نقول بحرب المسلمين للكفار، يبقى حنجد أن هناك قتلى في الكفار، يعني أسارة من الكفار. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى يرد الكفار لم ينالوا خيرا من المؤمنين، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لا ننسى أبدا ذلك الأمر، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لابد أن احنا نستحضر هذه التصورات ونستحضر أيضا هذه المعاني. يبقى لن يضركم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. قلنا عندهم جبن شديد، نقول حرص شديد جدا على الحياة، ده حالهم كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، حالهم الحرص الشديد على الحياة، كما أن حال المؤمن الطاع لله سبحانه وتعالى الحرص الشديد أن يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى لما يعلم من الكرامة في من قتل في سبيل الله. يبقى عارف الكرامة وبالتالي يسعى إلى ذلك، يسعى لكي ينال الشهادة ويعلم أنها رزق من الله تبارك وتعالى. يبقى نقول هذا المؤمن بيسعى إلى الحياة الأبدية الخالدة، وده يكون عن طريق لما يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى دفاعا عن دين رب سبحانه وتعالى وذبا عن دين رب سبحانه وتعالى. نقول في المقابل كده حرص الكافر على الحياة، يتمنى أن تمتد به الحياة، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربنا سبحانه يعني ما في هذه الحروب بين المؤمنين والكافرين، يبقى فيها هذه المنن، يبقى نقول يحدث ذلك التصدع عند الكفار، يبقى بين قتل وبين أسر. ده بالإضافة أن الله تبارك وتعالى يرد هؤلاء خائبين، يبقى نقول خزايا ولن ينالوا شيئا، يبقى لن ينالوا من المسلمين شيئا. لذلك قال الله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا. نقول أن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يرهب الكفار، يرهب الكفار، وبالتالي يتراجعون أمام المسلمين. ولكن الكلام ده لما يكون في طائفة مؤمنة اعتمدت بكليتها على ربها سبحانه وتعالى وأخذت بما أمر الله عز وجل من الأسباب، وكانوا يطيعون الرب سبحانه وتعالى في أقوالهم وفي أفعالهم، يبقى نقول ده حال المؤمن، يأتي ذلك المدد من السماء وربنا سبحانه وتعالى يربط على قلب ذلك المؤمن. وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم كما تداعي الأكلة إلى قصعتها، قالوا من قلة نحن يومئذ الرسول، قال لا يعني احنا كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم ذكر لينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى احنا نقول الحال انقلب، يعني الحال الآلب بتجد أن الكفار يهاجمون المسلمين والمسلم في تراجع لحب للحياة، يبقى بتنزع المهابة من قلب العدو، يبقى في مهابة، الله تعالى يقذف ذلك الرعب في قلب الكافر، هذا جند من جند الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل بيقذف الرعب في قلب الكافر. ونقول على ذلك الكافر يخشى ويرهب من المسلم، لكن الكلام ده لما المسلم يكون قائم بشرع رب سبحانه وتعالى، يبقى نقول قام بهذا الدين وكان مطبقا لدين الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان الإنسان المؤمن يبقى بيسعى إلى طلب الدنيا كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم. يبقى نجد كده مهابة المسلم في قلب الكافر بتنزع، ده في المقابل أيضا يبقى الوهم بيقذف في قلب المؤمن حب الدنيا وكراهية الموت، يبقى كراهية الجهاد، كراهية الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى، عايز يعيش، يبقى المسلم كده عايز يعيش، عايز يخلف في الدنيا. نقول نسى القضية ونسى لماذا خلق، كل ده كان نتيجة الإنسان ضاع منه الهدف، ونقول نسلم منه الطريق ونسى لماذا خلق، يعني دائما الإنسان كده سعي دائم، وبالتالي تجد الإنسان ممكن يعمل عمل متواصل من أجل الحصول على الدنيا، على فتات الدنيا من طعام من شراب من ملبس من مسكن، كل ده نقول لما تراه بنقول يعني ليلا نهارا يعمل، ليلا نهارا يعمل، قلنا ضاع الهدف.
ونقول مع طول الأمد بينسى الإنسان لماذا خلق. احنا محتاجين دايما انا اتذكر كده، انا يا ترى لماذا خلقني ربي سبحانه؟ دايما كده محتاج الى مذكر يذكر العبد، يبقى التذكرة الدائمة لماذا خلقني ربي سبحانه وتعالى. ولابد ان الهدف يكون رؤيته رؤية واضحة، ولابد ان ارى الطريق اللي انا بسير فيه حتى اصل الى ذلك الهدف. يبقى الهدف رؤية واضحة، الطريق معلم واضح، وكذلك التذكير الدائم لماذا خلقني ربي سبحانه وتعالى. احنا لو قلنا في اي وقت كده لماذا خلقنا الله تعالى، يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الكل يجيب هذه الإجابة. لكن فعلا أنت بتتذكر أنك أنت عبد ومخلوق لهذه المهمة، فعلا أنا مخلوق لعبادة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تصور العبادة عندي تصور واضح، ولا هي كلام إحنا ممكن إجابات بنجيب بها كإجابات نظرية. لكن الإجابة الحقيقية لسان الحال نقول مكذب للسان المقال، لسان الحال مكذب للسان المقال. يبقى كما إحنا بنؤمن بالله سبحانه وتعالى، يبقى هذه لسان نقول المقال، نؤمن باليوم الآخر نقول لسان الحال أيضا لابد أن يتفق مع لسان المقال، لكن في تباين بين لسان الحال ولسان المقال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ما قطع من فرق بين القول والعمل، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، مسألة احنا بنعرفها يبقى لابد يكون لها تطبيق، لها تطبيق. يبقى أنا خلقت لعبادة الله، وبالتالي ذكرنا قبل ذلك إن لم يكن عندنا تصور واضح للعبادة المطلوبة، يبقى الإنسان مش ممكن يعني يتمم ذلك الأمر بالصورة المطلوبة، لأن نقول الصورة غير مرئية، الصورة غير مرئية، ولابد أن يكون الهدف واضح، الرؤية واضحة. يعني كما بينا من حال هؤلاء الذين يقومون بفعل الطاعات وترك المنكرات، إننا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إيه اللي دفعهم لكده؟ خايفين، شايفين الأخيرة، شايفين الأخيرة وشايفين النار. ولذلك نقول أن مطلب الأولياء والأتقياء وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، يعني يعظمون هذه الأمور، فعلا يخافون من عذاب ربهم سبحانه وتعالى. الله عز وجل يخوف العباد من عقابه ومن عذابه، قلنا حتى يستقيم على أمر ربه ونصحح المسار، يبقى ده الحال. لكن هو ضاع الأمر، ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال الأمد، فكذلك احنا عايشين بأن سنوات، فبينسى الإنسان. لو ما كانش في التذكرة الدائمة أنا خلقت لعبادة ربي سبحانه وتعالى، وإن احنا بنسعى إن احنا فعلا فكاك الرقبة من النار والنجاة من النار، فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز. يبقى دي رؤية واضحة، يبقى احنا عايزين فعلا نكون من أهل الجنة، وكذلك لن نكون من أهل الجنة إلا لما نزحزح عن النار. فإحنا بناخد بكل سبب من الأسباب التي يكتب من خلال النجاة من النار، وبكل سبب يقرب العبد إلى الجنة والمغفرة والرضوان. والقلب لابد في كل الأحوال أن يكون متوكلا معتمدا على الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم أنا هدفي واضح والطريق أيضا واضح، ونقول على ذلك الصورة واضحة تماما تماما، فبنحتاج إلى التذكرة الدائمة. لكن مع طول الأمد بينسى الإنسان، بينسى الإنسان طول الأمد، بينسى الإنسان. لذلك إحنا بنجد إن ده مسلم، ولكن نقول عمله كله للدنيا، عمله كله للدنيا. نقول حتى فتات الوقت، لم يبقى هناك فتات الوقت حتى يصرف هذه الفتات إلى الآخرة، مع إن الأصل كده صلب وقتي أصله يعني أوجهه للآخرة، أما الدنيا دي عرض ممر أساسا. يبقى دي زي الكوبري كده احنا بنمر عليه، يبقى أنا الكوبري ده بنمر عليه من الجانب ده للجانب الآخر، فعلى ذلك مش هو ده المكان اللي احنا نستقر فيه ولا نخلد فيه، ده عبارة عن ممر فقط. لكن لما احنا نصرف الهمة كلها إلى هذا الممر، يبقى نقول حينسى الإنسان ايه هو المطلوب. فده الحال، احنا معظم الأوقات يبقى مصروفة إلى طلب الدنيا بالليل والنهار، يعمل
يكد ويكدح بالليل والنهار من أجل فتات الدنيا. كل ده من أجل نقول يعني طعام، من أجل شراب، من أجل كذا، من أمور هذه الأمور الفانية. مش معنى كده إهمال الأمر، ولكن نقول ما يكونش صرف الهمة إلى ذلك الأمر بحيث يكون إهمال الآخرة. يبقى الأصل كده بيبقى في عملية موازنة وتوازن بين أمر الدنيا والآخرة. طلبك للدنيا لا يشغلك عن طلب الآخرة، أنه الأصل أن احنا بنطلب الآخرة، ده الأصل أساسا. يبقى الأصل أنا بطلب الآخرة، وبالتالي يبقى أنا بنتبه، يبقى يكون ده المطلب حققه إزاي، وبالتالي أنظر بقى إلى باقي الوقت كيف أتصرف في باقي الوقت بما يحقق لنا العيش. لكن أصلا احنا بنجد ليل نهار يخرج من عمل إلى عمل آخر، عمل ثالث، كل ده يقول عشان يحقق يعني رغد العيش للأولاد. وبالتالي نقول هو ده ضياع، هذا ضياع أساسا. يعني نقول أين الآخرة؟ لا معلم لها، لا معلم لها، مع أنه نسى الإنسان، نسى الهدف. فإحنا ننتبه، يبقى ننتبه إلى ما هو الهدف اللي احنا بنسعى إلى تحقيقه، وأيضا لماذا خلقني ربي. لا أنسى لماذا خلقني ربي، أذكر نفسي كده، يبقى خلقني لعبادتي. أبدأ دايما كده بأدقق النظر مرة من بعد مرة، يبقى في خريطة العبادة التي اعتمدناها حتى نحقق ما خلقني ربي سبحانه وتعالى من أجلي. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. يبقى لن يضركم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدوار ثم لا ينسوا. يبقى والعاقبة للمتقين. يبقى تكفل لنا ربنا سبحانه وتعالى بالنصر على الأعداء، ولكن لها مقدمات. يبقى أن أكون هذا والعبد الصالح الطائع لله سبحانه وتعالى، المتوكل المعتمد على ربه سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآيات: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يبقى نقول يبقى مهما رقى العبد في سلم العبودية والإيمان فهو عبد لله سبحانه وتعالى، لا ليس له الحق أن يدخل في سلطان الرب المعبود سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات معلوم أنها نزلت في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما دعا على بعض القوم، يبقى اللهم لعن الحارث ابن هشام وسهيل ابن عمرو وصفوان ابن أمية، تنزل الآيات: ليس لك من الأمر شيء. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يوجه ذلك الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انجي فلان وفلان وفلان، اللهم لعن فلان وفلان وفلان. يبقى نقول: اللهم لعن الحارث ابن هشام وسهيل ابن عمرو وصفوان ابن أمية، تنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. يبقى الأمر ده لله سبحانه وتعالى، لا دخل للإنسان في ذلك الأمر. ولذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم وحسن إسلام هؤلاء. يبقى الحارث بن هشام، سهيل بن عمرو، صفوان بن أمية، تاب الله عز وجل عليهم. يبقى اللعنة معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أن هذا بيد الله سبحانه وتعالى. تذكر كده قول عيسى عليه السلام: إن تعذبوا فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لا دخل، يبقى لنا حدود أساسا. نتذكر كده قول إبراهيم: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلموا الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لا دخل لنا، لكن ده مطلب، يعني هذا عبارة عن مطلب. لكن نقول ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقضي في هذه الأمور، ولا معقب لحكم سبحانه وتعالى، ولا رد لقضائه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء، عشان نعرف إن احنا لنا حدود لا نتعداها. مهما رقى العبد في سلم العبودية والإيمان لنا حدود. ولعلنا ذكرنا في سنن أبي داود، يبقى نقول أن رجلين، يبقى نقول أحد الرجلين كان طائعا لله سبحانه وتعالى، والآخر كان متجرئا على المعصية، وأن ذلك الطائع قال: والله لن يغفر الله لك. نقول يعني غضبا عشان ده بينتهك الحرمات، عشان بيفعل المعاصي المخالفات، وعلى ذلك هذا قد تألى على الرب سبحانه وتعالى، قال: والله لن يغفر الله لك.
يبقى على ذلك نقول من ذا الذي يتألى على رب المعبود سبحانه وتعالى؟ يبقى ده نقول مع انه الصورة كده غضب لله غير لارتكاب ذلك الرجل للمعاصي والمخالفات، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمر به إلى النار، ونقول هذا العاصي أمر به إلى الجنة. الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في ملكه، لا يسأل عما يفعل. يبقى نقول ده يبقى الغضب أو الغيرة في الظاهر كده على دين الله سبحانه وتعالى، لنقول أخرجته من طور العبودية ودخل بذلك في سلطان الرب سبحانه وتعالى. هم يقسمون رحمة ربك، يبقى على ذلك إحنا لنا حدود لا نتعداها، ليس لك من أمر شيء. يبقى نقول ده إنسان عاصي، وبالتالي نقول والله لن يغفر الله له. انتبه إلى ذلك، تكلم كلمة أو بقى الدنيا أخرى كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، كلمة هي كلمة واحدة، لكن نقول يعني أو بقى الدنيا وأخرى كما قال وكما بين أبو هريرة رضي الله عنه روي هذه القصة. فإحنا ننتبه بل لنا حدود، وبالتالي نقول ربنا سبحانه يعلمنا، كما عتب الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما أدريك لعله يزكي. يبقى نقول على ذلك لنا حدود لا نتعدى. أنا عبد، يبقى العبد عبد والرب رب، وهذا ربي الذي أعبده، هو الذي يتوب على من يشاء ويعذب من يشاء. لذلك نقول من قواعد أهل السنة والجماعة أن من مات على كبيرة وكان مصرا عليها نقول هو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يبقى زي قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، قلنا لما ذهب كده لما سأل عن أعلم أهل الأرض دل على راهب على عابد كده وقال له هل لي من توبة؟ قال لا. نقول إنه هو استعظم عليه إن ربنا لا يتوب الله عز وجل على فلان، يبقى كأن لسان الحال بتاعه إن ربنا لا يتوب على فلان ده قتل 99 نفسا، كيف يتوب عليه ربنا سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال له ليس لك توبة. يبقى نقول قتل نفسه، يبقى لما افتالوا بالفتوى دي يبقى دي كانت السبب في قتل ذلك الراهب الجاهل، لأنه أفتى بغير علم، لم يكن عنده معرفة بالرب المعبود سبحانه وتعالى، والذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى والذي يقبل التوبة سبحانه وتعالى، وباب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس مغربها، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. بيعلمنا ان احنا لا تقنط انسان من رحمة الله، ولا تقنط من هداية انسان، لا نقنط احنا هداية انسان ولا نقنط احد من رحمة الله سبحانه وتعالى، مهما كان عظم الجرائم، قلنا دي جرائم اهي، لكن دي اعظم جريمة هو الكفر بالله سبحانه وتعالى، اعظم جريمة هي الكفر بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لم ييأس هؤلاء من رحمته، ودعاهم ربنا سبحانه وتعالى إلى التوبة حتى لا يقنطهم الشيطان من رحمة الله سبحانه وتعالى. أفلا يتوبون إلى الله يستغفرونه والله غفور رحيم. كيف يهدي كما بينت الآيات قبل ذلك، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن رسول حق وجاءهم البينات، ثم بعد كده في الآيات إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يبقى نقول إن دول أبعد الناس عن الهداية، لأنه نقول ارتد ورجع قرقرة بعد الإيمان، وبعد نقول يعني شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من قبل الله وأن ما جاء به هو الحق، وبعد ذلك كفر ارتد بعد علم. يبقى نقول أبعد ما يكون عن الهداية، ولكن مع ذلك لم يأتي التقنيط من رحمة الله، إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يبقى على ذلك هذه الآيات نزلت بذلك الشأن، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. مرجع ذلك إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، هو المتصرف في عباده، هو الذي يحكم بين عباده. وبالتالي لذلك نقول أن مرتكب الكبيرة ومات على ذلك وكان مصرا عليها، يبقى نقول هو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. ولابد أن يكون اليقين أن أفعال الرب سبحانه وتعالى كلها مبناها على حكمة ظهرت العبد أم لم تظهر، لكن كما بينا لنا حدود، أنا كعبد لي حدود، مهما أرقى في سلم العبودية والإيمان لا أخرج عن طور العبودية، أنا عبد لله سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول يبقى في أمور تفوض إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى، فهو المتصرف سبحانه وتعالى في خلقه، يتوب على من يشاء
ويغفر لمن يشاء. لذلك قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. الكل يعني عباد لله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى متصرف وحده في خلقه وفي مخلوقاته، وهو سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء نقول ويعذب من يشاء. إن عذب عذب بعدله سبحانه وتعالى، وإن غفر غفر برحمته ومغفرته، والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. نقول أن العفو أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العقوبة، وأن رحمة الرب سبحانه وتعالى نقول سابقة لغضبه، سابقة، ورحمتي واسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ثم تأتي بعد ذلك الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قلنا ما زال الكلام عن غزوة أحد، يبقى حيمتد الكلام إلى آيات كثيرة نقول في قصة أحد، ومع ذلك تأتي هذه الآيات في الكلام عن الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.